شو القصة؟ أنا ذكي كتير، أنا ضربت على هالوتر الحساس اللي زعجكن كتير. ما يلا تفضل يا أخي ملهر، خلونا نبلش مسابقة الرقص. هلأ صار دوركن، ورجوني شو رح تعمل. أنا هلأ بورطة لأني ما رح أعرف أرقص بهذا الساري، وإذا نحن خسرنا هلأ أكيد ملهر رح يكون بموقف محرج بسببي. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी के लगन तेरी के हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे بتزعلي. بالمناسبة انتي كان معك حق يا سمبدا، هاي الحفلة اكيد ما رح تنسى هاي المرة. صدقوني انا من ناحيتي مستحيل انسى اللي صار. صح يا حلوي، عن جد بتمنى ما تكونوا اذيتوا حالكم. اتعرف اللي انت منيح؟ ماشي مع السلامة. ايه وكمان إذا في عندكم دافع تتعلموا الرقص أكثر فيكن تجوا لعنا أنا وملهر. حبيبي نحن منعلمهم الرقص مو؟ نحن لازم نطلع كل شي في عنا مصاري ومجوهرات بالبيت مشان نعطيهم لأتارب فورا. اسمعيني، بدي اياك ترجعي كل المصاري اللي دفعن عنا أتارب لأنه ما بدي أي شي منه. بس يا كبيرة، أتارب ساعدنا كتير لما كنا بورطة، ونحن لازم نتشكره على اللي عمله معنا. وعلى شو بدك يانا نشكره؟ نشكره على الطريقة اللي هاننا فيها؟ أو بدك نشكره على اللي عمله فينا من قبل وتركنا عايشين هيك تحت رحمة ملهر وعم نتحمل كل شي منه؟ انتبهي منيح وما في داعي تحكي حكي فاضي. بدي رجع له مصرياته كلياتهم اليوم قبل بكره. خلص ماشي، انت ما بتعملي غير اللي بدك اياه دائما، بس تذكري نحن بورطه ورح نواجه صعوبات كثير بسبب عنادك، ولهيك نحن رح نضل بلا مقوى. فهمتي؟ بلافي.